رحيم. أول شيء طبعا نحن فرحانين بولدنا أحمد سحلول، وشرف لنا أن نحضر اليوم ملكته، ونقول له الله يوفقك وإن شاء الله ربي يسعدهم ويوفقهم. نحن باسم يعني خيلان وبيت البوغري نتمنى له كل التوفيق إن شاء الله يا رب. ما أدري إيش أكثر أن واحد ممكن يقول. ربما العريس في أمس الحاجة إلى نصائح ممن سبقوه تجربة في الحياة الزوجية، لأن الحياة الزوجية تختلف عن الحياة العزوبية. إيش حاب تنصح اليوم وإيش حاب تقول له؟ والله النصائح كثيرة، ما أدري والله في يعني هو التوفيق من الله سبحانه وتعالى أول شيء. النصيحة الوحيدة هي الواحد إنه يقدم له إياها، إنه تقوى الله إن شاء الله، والله يوفق إن شاء الله، والصبر بالحياة شيء مهم. غير كده الدعوات إن شاء الله بالتوفيق، هذا أهم شيء. نبارك لابننا أحمد، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لهم بالرفاه والبنين، وأن يرزقهم الحياة السعيدة الطيبة بإذن الله سبحانه وتعالى. أحمد، في أمس الحاجة إلى نصائح مما سبقوه تجربة في الحياة الزوجية لاختلافها عن الحياة العزوبية. اليوم في الليلة اللي يحتفل بها أحمد وأنتم سعداء من أجل أحمد في هذا اليوم، ماذا تنصح أحمد أو بماذا تنصحه عفوا؟ لا شك أن هذه ليلة العمر، والنبي صلى الله عليه وسلم أوصى: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. فالله سبحانه وتعالى أعانه في هذه الليلة واستطاع، فنبدأ حياتنا في هذه الليلة بأوامر الله سبحانه وتعالى، وأن يرزقهم الذرية الصالحة، ويرزقهم الصبر على بعضهم، لأن الحياة الزوجية تحتاج إلى الصبر والعشرة الطيبة. فالله سبحانه وتعالى يجعلها حياة سعيدة إن شاء الله. على كل حال نتمنى له التوفيق والسعادة في حياته، والله يوفقه في حياته القادمة وفي حياته المستقبلية في دراسته. على فكرة أحمد بعد زواجه بثلاثة أيام مسافر لأمريكا يكمل دراسته مع زوجته، ربي يوفقهم إن شاء الله ويتمم لهم بخير ويجمع بينهم إن شاء الله ولا يفرق بينهم. نتمنى لهم الخير والسعادة في هذه الحياة الطيبة إن شاء الله. أحمد، ربما أيضا في أمس الحاجة إلى نصائح ممن سبقوه تجربة. أنت خضت هذه التجربة من ذي قبل، وأنت رب أسرة وتعلم بالخفايا والخبايا، بماذا تنصح أحمد حتى تسير حياة أحمد بإذن الله تعالى بنجاح واستقرار؟ أهم شيء في الحياة مخافة الله، أهم شيء مخافة الله، وربي إن شاء الله يوفق بينهم. وأنصحه أنه يحافظ على نفسه ويحافظ على زوجته ويكون أسرة سعيدة، وربي يوفقهم إن شاء الله. نتمنى لهم الخير. أجت إليه وعانقت وقبلت.